لسه مع حضراتكم في معرض هيس 2021 في دورته الـ41، واللي يعتبر من أكبر المحافل المصرية اللي بتهتم بتقديم كل احتياجات المطاعم والكافيهات والحلواني والآيس كريم، وكمان المخابز والفنادق والمنشآت السياحية وغيرها. دلوقتي هنتعرف على أول اختراع في قطاع الصناعات الغذائية، اختراع بجد، قطع لحم مطبوخ بلدي أو كوارع أو عكاوي في علب كان زي التونة، مطبوخة وجاهزة للأكل بمجرد التسخين 3 أو 4 دقايق، وصلاحيتها 18 شهر، وبتتعرض على الرف في السوبر ماركت مش في التلاجة. انقلاب بجد. الابتكار ده واللي مفيش زيه في العالم قدمه لأول مرة شاب اسمه تامر محسن، وهو متخصص في اللحوم الحمراء والبيضة، يعني من الخبراء، وقابلناه قبل كده في برنامج الجدعان في مشروعه بالعبور، لكن المرة دي مختلفة، لأن مفيش حد عدى عليه إلا لما وقف واستفسر وتعاقد على التوريد لكميات من الكان أو عبوات اللحوم البلدية الجاهزة للأكل وبصلاحية 18 شهر. فكرة واختراع عبقري في قطاع الصناعات الغذائية. ركزوا معاه. تامر محسن، رئيس شركة أطلانتس الدولية المتخصصة في اللحوم. جينا لك المصنع، زرناك وشفنا كمية اللحوم اللي حضرتك بتنتجها للسوق المحلي أو بتصدرها، كمان الطيور، حضرتك متخصص تصدير الطيور لكل الدول العربية، ولكن فاجئتنا السنة دي ومهمة أصعب، منتج جديد تماما، اختراع مصري، لحوم معبأة زي التونة، علبة صفيح أو كان، سنة ونص صلاحية، لحمة عكاوي والكوارع بدون مواد حافظة وقطع كيوبس كاملة مش مفرومة. بالراحة كده، الاختراع ده أولا أنت شغال عليه بقالك قد إيه؟ 2019. من 2019، يعني سنتين كاملين شغال عشان اللحمة لما تحط في الكام ما تبص. مظبوط، صح كده؟ مظبوط. قدمت لبراءة الاختراع بتقول لهم إيه في أكاديمية البحث العلمي؟ لما رحنا لأكاديمية البحث العلمي قالوا لنا طب إيه بقى اللي يقول إن المنتجات دي فيها ثبات وسليمة؟ قلنا لهم والله ده خطاب المواصفات الجودة، قالت لنا والله إن المنتجات دي ملهاش مواصفة في العالم. في العالم آه. في العالم يعني ثقافة الكوارع في العلبة دي، ثقافة الكوارع والعكاوي ده حاجة تراديشنال للمصري، يعني يعني الثقافة دي مش موجودة بره. طب الفكرة دي جات لك منين؟ احنا بننتج في المواسم كميات كبيرة جدا، والمواسم كلها صيف كويس، والحاجات دي بيبقى فيه نزول في السعر بشكل كبير جدا، رخيصة والإقبال عليها ضعيف والإتاحية بتاعتها عالية، ونيجي فترات تانية أسعارها بتغلي جدا طبعا، وفكرة تقدمها لقطاعات كبيرة جدا من الناس مش عارفين يوصلوا لها، يا بتروح تاكلها عند حد بتاع كوارع وعكاوي وحاجات زي كده، ومش كل الناس بتلاقيها. وكنت قاعد مع صديق بيقول لي تخيل رحت اشرب شوربة كوارع مكان زحمة ومش عارف ايه وغالي جدا وفي قطعة واحدة، نشتغل على الموضوع ده. اشتغلنا عليه، لما عملناه صدرنا عينات كده، الناس قالت ايه ده، معقولة منتج مصري حلال كان ما بتحافظش في تلاجة، تحافظ درجة حرارة 25، افتح واحط في طبق اسخن اكل، معظمهم مصريين مغتربين ما عندوش اسر في الدول اللي هو موجود فيها، التست المصري عايزه، ما عندوش حد يطبخ له، ممكن ياكله في اي مكان، بتسخن الكان وبتاكلها، بجانب ان ما عليهوش ماده حافظه، هي توابل، وهي تركيبه توابل بتعمل تعادل للعبوه من جوه كويس، يعني مفيش اي ماده حافظه عشان السنه ونص. احنا معانا شهادات بكده ومعانا تحاليل بكده، وبالمناسبة احدى الجهات يعني خدت حوالي 30 عبوة كرتونة، 30 بوكس كرتونة، وحللت منهم بشكل دوري شهري علشان تديها نتائج تراكمية لمنتج محفوظ عندها، علشان نستكمل ده في دراساتنا اللي كنا بنقدمها لأكاديمية البحوث. الموضوع ما كانش سهل وما كانش بيس وما كانش يعني بسهولة، بالعكس احنا خسرنا كتير قوي فلوس. كل الناس كانوا في الجروب كانوا يأسوا من الفكرة، وقال لك لا الموضوع ده مش ناجح. جبنا الناس المتخصصة في تعبئة الخضار، فقلنا والله الخضار أسهل والبكولات أسهل، ما حدش راح للفكرة ديت وصعبة، فما ننصحكش تكمل يعني، لحد ما نجحنا الحمد لله. كله كان بيكسر فيه، ما فيش حد قال لي واحد خالص، الموضوع ما كانش يعني بكل عناصره مشجع، كان كل العناصر سيئة. لحد النهاردة بقى عندنا منتج صدرناه ووزعناه في بعض القطاعات، والحمد لله رب العالمين. يعني هو اللحمة والكوارع والحاجات اللي انت بتعملها شوربة بس، ولا ممكن تبقى مع خضار
لا احنا كل البامية والبطاطس احنا عملنا دول الثلاث منتجات رئيسيين كويس. كل منتج تحتيه 9 منتجات. كل منتج تحتيه 9 منتجات، يعني العائلة دي 27 منتج او 30 منتج كويس. ده خضار مثلا، خضار بشكل وكامل، كل انواع الخضار تتخيلها مع كل صنف كويس، مع اللحمة ومع العكاوي ومع الكوارع. الكوارع ولكن ايه اللي هينجح فيهم في السوق ده ازواق بقى لسه هنشوف. انت بتنتج كام علبة من الكان ده يوميا؟ احنا طاقتنا حوالي 4000 علبة في اليوم. ولا يعملوا حاجة؟ ده انت محتاج 50000 علبة في اليوم. انا محتاج علشان انفذ الفكر اللي موجود محتاج انتج في اليوم مش اقل من 150000. ده انت لو اشتغلت عليك بس المؤسسات الخيرية، جهات المعونة، عشان نودي لأولادنا في اماكن بعيدة. والله حضرتك انت عايز 10 مصانع. قطاع البترول بالكامل، قطاع السياحي بالكامل، قطاع المطاعم. في مطعم ممكن ما يحتاجش يكون عنده مطبخ، هياخد علبة الكان ديت يفرغها في الطاجن بتاعه ويقدمها للعميل بتاعه بتاعت. بس وخلاص. الكوارع نفس الفكرة. في مطاعم جت بدأت أخيرا معانا، وقالت أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، الحاجات دي ما بتبخها وتبات عندي تاني يوم بتبقى سيئة. أنا دلوقتي هقدر أحاسب المطبخ بتاعي أوبريشن صح وأحسن العدد اللي محتاج، بس مفيش مشكلة اللي هو محتاجها. بجانب إن هي التيست بتاعها معمول عشان تقدر تضيف عليه أي حاجة في البيت. في ناس بتحب الحاجات سبايسي جدا، ده مش سبايسي. إحنا عاملين الموضوع بشكل لايت جدا، يعني انت up to you زي ما تحب. ولما افتحها بقى المفروض تعيش كم يوم بقى؟ 3 ايام برضو بره التلاجة؟ لا هنا 3 ايام في التلاجة، مجرد ما يتفتح ادخل 3 ايام في التلاجة. 3 ايام في التلاجة. صدرت منها؟ صدرت منها الامارات والكويت والبحرين. نجحت في الامارات؟ اتباعت ب 45 درهم في الامارات. ودلوقتي بندرس مع احد الشركات ان احنا نظبط الاسعار بحيث ان توصل للناس في حدود 27 او 30 درهم ماكسيموم، ما تزيدش عن كده. يمكن إن شاء الله الشهر يناير اللي جاي ده في شحنة بتجهز ديهم بإذن الله رب العالمين. قدمنا لحضراتكم في برنامج الجدعان نماذج مصرية مضيئة في معرض هيس 2021 في دورته 41، أكبر المحافل المصرية اللي بتهتم بتقديم كل احتياجات المطاعم والكافيهات والحلواني والآيس كريم وكمان المخابز والفنادق والمنشآت السياحية، وكلها نحتت في الصخر عشان تقدم منتج يستحق الظهور والانتشار. ربنا يوفق كل الجدعان.